حدثنا اسحاق اخبرنا هارون بن اسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني ان لزورك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر